بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا في البداية أنا بشكركم وتعبناكم النهاردة لحضوركم، إنما قد إحنا شايفين الجمال ده. الجمال ده مش موجود في أي بلد في العالم، كلنا لفينا وكلنا شفنا، كلنا شايفين الثقافات المختلفة، شايفين المهرجان ده قد إيه السنة دي عامل صدى كبير جدا على مستوى العالم كله. قد إيه المهرجان ده فيه حرف وفيه صناعات صغيرة ومتناهية الصغر بتوفر فرص عمل لشبابنا ولسيدات مصر اللي موجودين في القرى وفي الريف وفي المدن زي سيناء وزي المدن الأخرى. في شايفين الفخار، شايفين التطريز، كل ده فعلا يعني حاجات على مستوى عالي جدا وأسعار ممتازة جدا. لابد ان احنا نكون مركزين، احنا نبعت رسالة للعالم كله، هي دي مصر بتنعم بالأمان بالجو اللي مش موجود في أي حتة في العالم. وزي ما احنا شايفين يمكن يكاد يكون جميع الفنادق كومبليت، مفيش أوضة فاضية. ده إذا كان نم كان في فعلا شغل وفي جهد اتعمل خلال السنوات السابقة أدى لهذه النتيجة المبهرة اللي احنا موجودين فيها. احنا بنشكر كل القائمين، بنشكر فخامة الرئيس إن هو أول من فكر في إقامة مدينة العالمين الجديدة، وإحنا شايفين أدي ثمارها، ولولا هذا الفكر الجديد والمتطور ما كناش إحنا واقفين هنا. شكرا جزيلا، ولو في أي حد لأي سؤال أنا تعتبره. مفيش أسئلة؟ أسأل أنا. محمد زهران، قناة سي بي سي، برحب بحضرتك مع الوزير في جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط مدينة العالمين الجديدة. مع الوزير، يعني دائما سوق العمل دائما فيه العديد من المتغيرات، ربما يعود ذلك إلى طبيعة الاستثمار، المناخ المتغير وطبيعة الحال من آن لآخر. فهل هناك خطة أو رؤية أو استراتيجية واضحة لدى وزارة العمل من أجل تأهيل العامل المصري بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، لا سيما سوق العمل الخارجية؟ السؤال الثاني، ماذا عن التحول الرقمي داخل مكاتب العمل على مستوى الدولة المصرية؟ شكرا. أنا بشكرك على السؤال ده. السؤال ده مهم جدا، إن احنا بنتكلم على سوق العمل في الداخل والخارج. فلابد إن يكون أول حاجة بنبتدي ويبقى احنا شير كمان مع التعليم، علشان يبقى فيه طالب طالع على مستوى عالي جدا. جامعات التكنولوجيا والمدارس الصناعية، لابد ان احنا التعليم الفني والتعليم الفني العالي، لابد ان هو ده المستقبل للعالم كله. النهاردة لابد ان احنا ننظر للعالم قد ايه الدول، جميع الدول الاوروبية محتاجة عمالة بارقام كبيرة جدا، ولكن كل اللي طلب مطلوب عمالة فنية. من هنا احنا كوزارة عمل ابتدينا نتحرك بالشراكة مع القطاع الخاص، ان احنا نطور مراكز التدريب الموجودة معانا، بحيث ان احنا نعمل مستوى قياس مهارة يكون فعلا نرجع سمعة العامل المصري تاني. العامل المصري ذكي، العامل المصري بيأدي أداء ممتاز. أنا كنت قاعد مع مجموعة من السعوديين من أكبر الشركات الموجودة، كانوا بيعملوا مقارنة، مفيش مقارنة، العامل المصري بيأدي أداء ممتاز. ولكن لابد ان احنا نكون حريصين على ان احنا نكون العامل طالع مدرب متعلم تعليم جيد. من هنا ده دورنا، ودي المرحلة الجاية اللي احنا ان شاء الله هتشوفوها على أرض الواقع. يعني مش هيبقى كلام، هيبقى على أرض الواقع. وخصوصا والأهم، ولازم العالم كله يعرف واحنا كمصريين كمان نبقى عارفين الناس بتفكر ازاي. النهاردة ابتدت معانا السعودية تحديدا ان هي ابتدت في قياس، مفيش عامل هيطلع من مصر غير لما يكون معاه مستوى قياس مهارة. يعني حضرتك طالع من هنا، في شركة هناك موجودة في السعودية هي اللي ماسكة العمالة، لازم يكون معاك الشركة دي. احنا عملنا معاها بروتوكول واتفاقية، وابتدينا طلعنا حوالي 3000 واحد الفترة اللي فاتت علشان نأهلهم السوق العمل السعودي، وعملنا لهم قياس مستوى المهارة، ودي كانت أول شركة التعاون معانا. النهاردة امبارح جاي فوجئت بالكويت برضو نفس النهج. يبقى إذن كل الخليج مفيش عامل هيطلع غير لما يكون معاه هذه الشهادة، اعتبرها الرخصة بتاعت العمل. احنا علشان نشتغل على أرض الواقع لابد ان احنا ندرب ويكون عندنا عمال مهرة، واحنا دي موجودين عندنا، ولكن لابد ان احنا نبرزها. بل الجديد كمان ان احنا كوزارة عمل الفترة دي هنبقى شير مع العقد اللي هيتعمل مع العامل،
هنبقى احنا في ضمانه معاه علشان نضمن ان هو العامل، وفي نفس الوقت نضمن ان يكون العامل المصري يروح للبلاد العربيه والاوروبيه بالمستوى المطلوب. اليونان طلبت مننا وادينا لهم الاوراق بتاعتنا، وفاضل ان هم بس يبعتوا لنا. خلاص السفاره بعتت، المانيا بعتت لنا، قبرص بعت لنا، ايطاليا بعت لنا. النهارده في بعض البلاد الاوروبيه اللي ما كناش متعودين عليها ابتدت تبعت لينا، فطبعا احنا مستعدين. والعماله المصريه بس لابد ان احنا نكون العماله تكون رايحه لشغل والعمل، وان شاء الله المصري مهما طلع بره لازم يرجع لبلده تاني. السؤال الثاني حضرتك سالتني على الرقمنه. الرقمنه زي ما انت بتقول هو التحدي الحقيقي اللي بالنسبه لنا. انا من ساعه ما جيت يمكن امبارح كان ليا جوله على اغلبيه مكاتب وزاره العمل، انا مهتم جدا ان ما يبقاش في تردد من المواطن على مكاتب العمل. ده بالنسبه لي تحدي كبير جدا، ان شاء الله في اقرب وقت هكون محققه، ان احنا كل الاصدارات اللي بتطلع هتكون الكتروني، وده ان شاء الله هتلاقيه على ارض الواقع. وحقيقه الوضع ان انا بشكر من هنا من هذا المنبر معالي الوزيره مايا والاستاذ جمال في التامينات الاجتماعيه ست اللي هو جمال، علشان التعاون الجاد والمثمر اللي الفتره الجايه كل العمال وكل المواطنين المصريين هيحسوا بهذا التطور، ان في تحرك، مش تحرك فردي، مفيش حد بيتحرك فردي دلوقتي، الوزارات بتتحرك مع بعضها اللي في تشابك بينها وبين بعضها. فبيننا وبين وزاره الضامن والتامينات الاجتماعيه في توافق وشغالين في خطط هنطلع بيها بشكل موحد. مساء الخير، برحب بحضراتكم. مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا. ندى سرور، مراسل الاقتصاد. في البدايه كنت حابه اسال حضرتك عن الاجراءات اللي اتخذتها الوزاره للحفاظ على العماله الغير منتظمه وايضا توفير فرص عمل ليهم تستمر، يعني تحافظ عليهم. شكرا لحضرتك. اهلا، انا يعني انا بشكرك، لان قبل ما تشكريني لازم ندي الحق لاصحابه. اول من اهتم بالعماله الغير منتظمه هو فخامة الرئيس. الكلام ده ما حصلش النهارده، ده حصل من سنين فاتت، فاتعمل صناديق للعماله غير منتظمه. في ازمه كورونا كان فعلا في وقفه من وزاره العمل في هذا التوقيت وادت منح ليهم. في ازمه السياحه وقفت معاهم، واحنا كمان لما جينا كمان بنعرف ويبقى التعريف بالعماله غير منتظمه، لان في اكتر من تعريف، في عماله غير منتظمه وفي قطاع غير منظم. انا بقى كمان الفتره دي بهتم بالقطاع الغير منظم، ولو ان القطاع الغير منظم عايزين نقول اللي هو العامل اللي هو شغال لحسابه، اللي انت حضرتك بتشوفيه في الشارع. احنا ابتدينا نزلنا على القاهره، عملنا حصر كامل ليهم، هنوجد لهم اماكن تليق بيهم، هنعمل لهم اي دي علشان كل واحد يبقى معروف المكان اللي قاعد فيه. كل ده هنديهم كمان وسائل للحمايه من السلامه والصحه المهنيه، اذا كان خوذه، اذا كان محتاج اي سيفتي، اذا كان محتاج افرول، هنبتدي نديهم الفتره اللي جايه اللي محتاج منهم. ولابد ان احنا نغير الشكل بتاع العامل المصري، وهنعمل لهم كمان زياده قياس مستوى المهاره بالمجان. احنا عايزين نرجع العماله بتاعتنا، وهي فعلا تستاهل العماله الغير منتظمه اللي هي احق بالرعايه. فانا بشكرك ان احنا فعلا في اهتمام بيهم، بل بالعكس الفتره اللي جايه كمان في حاجه مستهدفه جدا ان احنا كمان نغطي تامينيا. وعايز اقول لحضرتك اي حد لا قدر الله بيحصل له يعني حادثه، او احنا شفنا الفتره اللي فاتت على طول احنا بنتحرك كوزاره عمل. يمكن انا امبارح في كان ثلاثه يعني حصلت لهم اصابه شديده، وفي ناس كان حصلت لهم مفاه. صرفنا ال 200 الف لكل عامل، والاصابه صرفنا له 20 الف. فاحنا لن نتوانى ان احنا نقف جنب عمالنا، لان احنا جايين علشان نقدم لهم هذه الخدمه، وده دورنا ان شاء الله. برحب بحضراتكم يا فندم، معاكم كريم بيبرس، القناه الاولى التلفزيون المصري. سؤالي لمعالي الوزير، العمل خلال الفتره اللي فاتت كان انه مدينه العالمين الجديده تصبح مدينه مستدامه، اوجه التعاون ما بين وزاره العمل والوزارات الاخرى لتوفير فرص عمل مستدامه بشكل عام للناس عشان تقدر تبقى دي مدينه مستدامه. ده السؤال الاول. السؤال الثاني للاستاذ عمرو الفقي، اوجه التعاون يا فندم ما بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مع وزاره العمل خلال الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا شفنا كمان انه مهرجان العالمين
فين. يعني احنا لما اتكلمنا مع العمال الحقيقه ان هو فعلا المهرجان في حد ذاته وفر فرص عمل. يعني كل الشغل اللي اتعمل ده كان عباره عن عماله حقيقيه وعمال اشتغلوا وعملوا الشكل اللي احنا شايفينه ده. فعايزين نتكلم برضه عن اوجه التعاون يا فندم. شكرا جزيلا. يعني انا بحييك على هذا السؤال، لان احنا واحنا بنلف في المعرض يمكن انا والدكتوره مايا كنا بنتكلم على بعض المشغولات اللي هي موجوده، وده اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا مش عايزين المعرض يبقى 3 شهور وينتهي، بل بالعكس احنا كنا بنفكر وهي كانت فكرتها حقيقه ان احنا بعض المشغولات وبعض البوك الصغير اللي هو واي نوت ان احنا نديه للمطار ويتحط فيه بعض الاستخدامات اللي بتتحط في المطار مكان، فده احنا بنتكلم ده الاستدامة ان احنا يبقى في استدامة ليه بدل بعد ما يخلص المعرض هنا يبقى هو شغال في مكانه المعرض بتاعه او المنتج بتاعه يكون ليه تسويق. بفكر ان احنا نعمل كمان للمشروعات الصغيرة ومنتنيات الصغر يبقى في اماكن ثابتة، معارض ثابتة داخل المطارات وداخل الاماكن العامة، وده برضو احنا هنشتغل عليه. كل اللي حضرتك بتتكلم عليه ان احنا كمان مع جهاز القومي للشركات الصغيرة، وفي اتفاق كمان ان احنا نبتدي نشتغل على أرض الواقع مع هذه الشركات ان احنا ندرب العمالة بتاعتنا علشان يطلع يقدر يعمل مشروع. وكمان يمكن بنك مصر او بنك البنوك دلوقتي ابتدت نشتغل معاه وتبقى راعي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. احنا عايزين الموضوع المواطن اللي بيعمل مشروع صغير ما يبقاش على المهرجان بس، ولكن يكون فيه استدامة على طول. حضرتك في كان في سؤال لحضرتك. مساء الخير. الاول برحب بمعالي الوزير، واحنا طبعا وزاره العمل احنا شركه فيها حوالي 9000 من العماله المباشره، وبنتعامل مع مئات الالاف من العماله غير المباشره في انتاجاتنا ومشاريعنا زي مهرجان العالمين. طبعا احنا كنا لسه بنتكلم على توفير المناخ الملائم، توفير البيئه الملائمه، تامينات على العاملين عندنا، بالاضافه الى انه احنا دورنا كاعلام هو ابراز الجهد اللي معمول من الوزاره. يعني الوزاره الحقيقه لسه الوزاره لسه متشكله، وكنا لسه بنتكلم على خطط معالي الوزير في الفتره اللي جايه، وطبعا احنا دورنا كاعلام ان احنا نغطي ده ونغطي ده بشكل كويس. شكرا. مساء الخير. علي كاشوتي، جريده اليوم السابع. الحقيقه ان في اهتمام كبير جدا بذوي الهمم، بدايه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاضافه لمهرجان العالمين، سواء وجودهم ووجود ملاعب خاصه بيهم، وكمان في المعرض النهارده شفنا قد ايه هم متواجدين بشكل كبير وبيقدموا منتجات حقيقه على مستوى عالي جدا من الجوده. فكنت حابب اسال حضرتك عن خطه الوزاره لدمج ذوي الهمم او اصحاب الهمم في سوق العمل، باعتبار ان هم عندهم مهارات كتير جدا الحقيقه ومواهب ممكن تكون مش موجوده عند الاشخاص العاديه. سؤال جيد وعايز اشكرك عليه، لان فعلا ذوي الهمم ليهم طاقات كبيره جدا لابد ان احنا نستغلها، واحنا فاتحين مراكز تدريب بتاعتنا ليهم. ويمكن انا كنت في جولاتنا الفتره اللي فاتت في مراكز تدريب كان تركيزي على كمان توفير المكان اللائق ليهم. يعني انا رحت في مركز تدريب لقيت علشان يطلع يتدرب المفروض يطلع على سلم للدور الثاني او الثالث، قلت لهم لا لازم يكون في اوضه تحت. بنركز كمان ان مكاتب العمل يكون ليهم يكون دور ارضي علشان ما نجدهمش. ولكن دمج ذو الهمم في سوق العمل هو موجود طبقا للقانون، واحنا موظفين اعداد يعني تكاد تكون يمكن الفتره اللي فاتت الصغيره اللي انا قعدت فيها دي اكتر من 1000 واحد احنا تم دمجهم في سوق العمل. ويمكن انا كنت في الوزاره مسلم حوالي مجموعه حوالي حاجه و50 عقد عمل داخل الوزاره. لما رحت الغربيه برضو كلهم ذو الهمم، اديناهم برضو العقود بتاعتهم. هنستمر في هذا الى ان ان شاء الله ان يكون كل ذوي الهمم اندمجوا فعلا في سوق العمل، لان هم يستحقوا مننا اكتر من كده كمان. شكرا جزيلا، بشكركم جزيلا. شكرا.